عم بتصل بغالية بدنا نعمل سربيه تأخرت. يا هلا خالتي سوسن. حبيبتي لسه عم بحاول اتصل فيكي، شو حنعمل؟ لمن سوربيه اليوم مع بيزل. انت بتعرفي انا من عشاق الايس كريم تبعتك، عشان هيك بدي هاي الوصفه اكسكلوسيف لمطبخي. بس تعملين امر لمطعم بالافنيوز، شو بتسويني هني؟ بنزيد الليمون مع الماي والشكر والبيزل ونحطها بالماشين. رح تضل الماشينه تلف تقريبا نص ساعه.